داري ليه تربية طبيعية بيو مواد التجميل اللي هو دابا داير ضجة على الصعيد العالمي اللي داخل لعاب الحلزون تيتوفر على واحد الفيتامينات نجيب إبراهيم رئيسة ومؤسسة للفيدرالية المهنية المغربية للحلزون ورئيسة ومؤسسة للأكاديمية الدولية للحلزون بمراكش. إحنا كنت واجدوا الآن بواحد سيد إبراهيم اللي بجهة مراكش آسفي اللي دابا تحط فيها مشروع تربية الحلزون مع تعاونية جنى الخير. تعاونية جنى الخير هي تعاونية كتكون من 5 ديال العضوات برئاسة سيدة أمل سويطة. المشروع تحط تقريبا يعني اشتغلنا عليه لمدة سنة تقريبا يعني عرف الانطلاقة ديالو مدة سنة تقريبا ولكن اشتغلنا عليه خصوصا في لابيريود اللي كانت فيها جائحة كوفيد. فالانطلاقة كانت من الجائحة يعني هاد العضوات من النساء اللي فقدوا العمل ديالهم اللي كانوا تيشتغلوا في وحدة سياحية مع الأسف فقدوا العمل ديالهم نتيجة لهاد الجائحة فتوجهوا لنا وبدينا معهم يعني تجهيزات باش نوجدوا هذا المشروع على أرض الواقع. مع الأسف يعني التعاونية تعرضت لعدة إكراهات خصوصا إكراهات مادية فحاولنا يعني مع التعاونية أننا نطرقوا بزاف ديال البيبان مع الأسف يعني ما تعطاهمش الدعم فاضطرينا باش نخوضوا تجربة معهم لأننا آمنا بهم وآمنا بالكفاءات ديالهم وكانوا يعني نساء متابرات خصوصا يعني الرئيسة أمل سويطة. فدخلنا في اتفاقية شراكة معهم وخدينا يعني المبادرة باش ندعموا هذا المشروع فتدعم عن طريق الأكاديمية ب50% والتعاونية حطت 50% ديال الدعم وتعطاهم واحد التكوين اللي هو بالمجان عن طريق الأكاديمية لمباشرة هاد المشروع هذا. والحمد لله يعني المشروع تحط على أرض الواقع والنتيجة كانت جد مرضية يعني المجهودات كلها يعني ما مشاتش هكذا فيعني العضوات والرئيسة يعني بينوا على الكفاءة ديالهم بينوا على الصبر ديالهم وبينوا على المثابرة ديالهم والحمد لله دابا حنا راه غاديين في الموسم الثاني باش نجمعوا هذا المحصول هذا وغادي ندخلوا معاهم في تمويل اخر اللي هو غيكون واحد الوحدة اللي هي نموذجية بالنسبة للمغرب وحدة لتتمين وبيع الحلزون خصوصا هذا النوع هذا اللي داخل دابا في الاطباق العالمية ودابا داخل حتى انتاج مواد التجميل اللي هو دابا داير ضجة على الصعيد العالمي اللي داخله دابا في الموضه لانها لعاب الحلزون تتوفر على واحد يعني واحد الفيتامينات واحد المواد اللي هي ضروريه لتجديد البشره و يعني تغذيه البشره. انا سويطه امال رئيسه تعاونيه جنى الخير لتربيه الحلزون في واحد سيدي ابراهيم بالعقيد مراكش. المشروع ديالي بدا البدايه ديالو في 2020 ولين مع الجائحة ما بقيتش كملت ولين بقيت كندير كنقرا عن بعد مع الأكاديمية الدولية لتربية الحلزون بعد ما تفتحت الأجواء وبدينا إن شاء الله بدينا في الزراعة ديال الأرض هنا عندنا 4000 متر ولين بديت غير ب 1500 متر حيت شوية هنا التكلفة ديالو صعيبة التجمنا للأبناك في برنامج انطلاقة وبرنامج فرصة ما ساعدناش لحد ما عرفناش علاش ما كاينش حتى شي جواب مقنع باش يقول لنا راه بأن الدوسي ديالنا ما ترفض ما تقبل المدة ديال سنة ونص شي كيقول لنا سيو الجهة المختصة المهم طرقنا كاع الأبواب في الآخر قلنا ما يمكنش نوقفوا ما يمكنش أنا قلت نفشل باقي البداية ديالي ونفشل راه ما شي شوية صعيبة صافي وليت ساهمت برأس مال من عندي 50% من عندي و 50% من عند الأكاديمية وبدينا حنا دابا راه خمسة العائلات اللي خدامين هنايا وعندي ياد عاملة موقتة كتخدم معايا مرة وان شاء الله الرحمن الرحيم كنطمحوا في الافضل. طيب حدثينا على تربيه الحلزون فين تتصدروه اش ياكل قربينا شويه من هذا الحيوان الزاحف. الحلزون راهي واحد الاكله اللي شعبيه اللي متداوله في المغرب الناس كيعرفوه غير كياكلوها حنايا درنا واحد اتجاه اخر بغينا ندير ليه تربيه طبيعيه بيو 100% كياكل الفجل كياكل البربه كياكل الخس كياكل الفصه والانتاج ديالنا متوجه للتصدير باننا انا مع شراكه مع الاكاديميه انا كنتج والاكاديميه كتشد من عندي والاكاديميه موجهه لشي للتصدير هو اول حاجه وثاني حاجه للتجميل
وان شاء الله في المستقبل بنا نديروا واحد المشروع ديال تسمين الحلزون هنايا في المغرب، وكاين ان شاء الله مشاريع اخرى في المستقبل. كاين بنا نديروا الكيوسك ديالنا يكونوا تحنا بحال الناس اللي في جامع الفنا، اللي ما يكونوا في اماكن راقيه في مدينه مراكش، نمثلوا مراكش احسن تمثيل، وان شاء الله كنطمحوا في الافضل. طيب كلمه اخيره توجهها الناس المسؤوله يعني اللي مدي يدي العون. وحنا من طبيعه الحال حنا كتلقى واحد الباب مسدود، واللي في نفس الوقت راه كتلقى واحد الباب محلول. حنا الا تسدوا علينا طريق الابناك والطريق اللي مولونا لقينا مساعده، واخا ماشي مساعده ماديه، المهم الانسان مساعده معنويه بالنسبه هنا للناس ديال السلطات المحليه تعاونوا معنا. السيد رئيس الله يجازيه بخير من الناس اللي مشيت عنده وقلت ليها ربي ندير السيد رئيس واحد السيد ابراهيم السيد سي محمد الشقيق اللي هو من حسن الحظ ديالي بانه هو الجار ديالي هنايا هنا في الضيعه، وفتح لي الباب ديالو. كنت هنا كاين مشكل حيت هنا منطقه فلاحيه ممنوع البني ممنوع التسييش، هنا ما يمكنش انا ندير مشروع هنايا ونخلي كاينين هنا، عرفتي حنا منطقه فلاحيه متعرضه لاي حاجه، الماشيات الدخول كاين هنايا الخنزير كاين شحال من حاجه، وساعدني باش نشد رخصه باش ندير السياج هنايا، وفي نفس الوقت هو في حدود الامكانيات ديالو. وقال لي اي حاجه خصها مرحبا، قال لي فين بلا عندك شي سلعه بغيتي تحتاج حاجه راه الدار ديالي مفتوح عليك. السلطات هما تعاونوا معنا عطاونا رخصه باش درنا التعاونيه ديالنا، والحمد لله راه الا تسد باب كيحل الله بيبان اخرين. حنا اللي سدوا علينا الابناك والناس اللي مولونا الناس اللي تعاونوا معنا، السلطات تعاونت معنا والاكاديميه هي راه تعاونت معنا، وكنتمنى ان شاء الله هذا المشروع يكبر ان شاء الله الرحمن الرحيم. شكرا. مجله لالا العروسه اخبار حصريه بجوده عاليه، لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار.